حاليا احنا في لوكيشن مسلسل حوبتي سيزن مكون من 8 حلقات، اول ولاده لشركه دريم بيكتشر، اول انتاج لي انا شخصيا. حاولت اخوض هذه التجربه والحمد لله رب العالمين. حاليا احنا مستمرين في اول هذه التجربه والله بوفقنا ان شاء الله. والمسلسل بيضم نخبه كبيره من ألمع فنانين الخليج. الجميل في الموضوع ان 3 أجيال متداخله في هذا العمل، يعني هذا شيء انا وايد حبيت الخلطه اللي من جيل الاستاذ اسمهال توفيق الى الجيل الجديد اللي طالع اللي هو جيل منصور البلوشي وامام فيصل، فهذا كان شيء جميل، يعني تجربه جديده بالنسبه لي حبيتها. فان شاء الله يا رب ان نكون نرضي الذوق العام والمشاهدين ويستحسنون هذه المسلسل السيزن المكون من 8 حلقات درامية. ومسلسل حوبتي عمل درامي اجتماعي نفسي، في عاطفة، في رومانسية لبعض الشخصيات الموجودة. دليل على ذلك اسم شخصية إلهام غرم واسم شخصيتي ثنيان، ففي بعض الأحداث ولكن مستخدمة دراميا وراح تكون من إخراج الأستاذ حاتم حسام الدين. وإلهام الفضالة بطلة العمل، فحتبتعد هالمرة عن الكوميديا وتروح للدراما أكثر. صح، لازم تتزوجون. ليش ما تتزوجون؟ الجديد إن من زمان ما شافوني بالدراما، والدراما بيور والدور المركب اللي مينون، دور مينون. ومنصور البلوشي راح يلعب دور مشاري وراح يكون ابن إلهام وشهاب. دور جديد علي، وايد حبيت التجربة معاهم. إن شاء الله يا رب راح تشوفون شيء مميز، شيء جديد. سيزن 8 حلقات، تجربة جديدة مع نجمين. الواحد يقول كان بخاطري مثل مع الفنانة إلهام فضالة، والحمد لله بهالعمل، وراح تشوفون شيء وايد حلو إن شاء الله بإذن الله. والأول مرة إيمان فيصل بتشارك مع إلهام وشهاب. الدور اللي أنا قدمه جديد علي، أول مرة قدم هذا النوع من الأدوار. أنا عادة الأدوار اللي دائما أقدمها فيها شوي حس الكوميدي، يعني هذا جدي أما خالي من الكوميديا. ممكن الناس تكرهني شوي، بس تمثيل يعني ترى مو صج شوي فيها هي حتى تشر، يعني يقول يعني إنسانة شوي غير سوية. وغير هالدور هالعمل عجب إيمان كمان لأنه عمل قصير بيتألف من 8 حلقات. أكيد وايد أحلى يمتل لما تدشين عمل 30 حلقة، تقعدين شهر ونص شهرين تصورين وما تدرين متى التصوير وشني. لا خلاص يعني إذا العمل خلينا نقول شهر، أنت من هالشهر يمكن أسبوعين تصويرك، فسهرات. وحتى كإنتاجيا أقل، المشتريات الملابس حق الممثلين الراكورات يعني تكون أقل. أهم شيء تكون القصة، إيقاع القصة يكون أفضل كتأليف يعني أنا عندي. أما حسن عبدال فبيقدم شخصية حتلامس عدد كبير من الشباب. الشخص الصبور اللي يتحمل، اللي ما يبي يخرب على بيته نتيجة إن مرته وايد مأديته كما يقولون. إن شاء الله يا رب راح يشوفون هم تطورات بالشخصية وتناقلات كلها. وإحنا سألنا إذا هالشخصية بتشبه شخصيته بالحقيقة. لا كلش مختلفة 360 درجة. إن شاء الله يا رب تلامس وايد شباب وتكون ناجحة يا رب. وهالعمل من كتابة عبدالله الرومي يلي هدفه من حوبتي هو تطوير الدراما الخليجية. اليوم حبتي روح جديدة، مشاعر جديدة، طاقة جديدة. أنا اليوم قاعد أسعى أن نطور الدراما الخليجية إلى ألوان، والألوان أرواح جديدة. فإن شاء الله راح تشوفون شيء عظيم، قنبلة وجديد، وأنا وايد فخور أن أنا عامل هالعمل. وعبدالله انعرف بأعماله العديدة والمختلفة بالرغم من سنه الصغير، إلا أنه كل مرة بيحرص يترجم أحاسيسه وأفكاره بأعماله. أنا خلي أقول شغلة، أنا ما أحب هذه أن أقدم رسالة، لا 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 لا. أنا اليوم كتابتي كلها تمثلني أنا عبدالله، مشاعر عبدالله. أنا اليوم لما أتعور من هذه الدنيا أكتب. المغني لما يتعور يغني، الرسام لما يتعور يرسم. هي مشاعرنا احنا، ما اليوم اقول لك انا اكتب كتابه عن الكويت كلها، لا لا لا، انا اكتب عن روحي، انا مشاعري، انا من جهه سبحان الله انا كاتب مختلف. معناته انا توني صغير بالعمر بس كتاباتي عملاقه وعظيمه.